أستاذتنا الكبيرة الدكتورة علوية عبد الباقي هتدي لنا محاضرة على الأوتيزم. بصراحة احنا كلنا مستنيين المحاضرة دي ومحتاجين نسمع عنها. أنا أشرف المرسلين. هي بشكر جدا أستاذ الدكتور أسامة عرفة وبشكر اللجنة المنظمة للمؤتمر. والحقيقة دي نقطة بيضة في وسط ما الواحد محبط وفرستريتد وبيقول ما فيش تعليم. فالحقيقة مع المعافرة الشديدة من دكتور أسامة فأنا الحقيقة يعني النهاردة أنا حاسة إن في شوية اوبتيميزم كده ان انا بقيت هبقى متفائله واقول ان شاء الله يبقى في تعليم كويس وخاصه في المحافظات. يعني احنا مش في القاهره. فالحقيقه انا بشكر الدكتور اسامه جدا. الحقيقه الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده يعني انا شايفاه انه ده موضوع مش رفاهيه. يعني انا اتصور انه اي بيدياتريشن كان استاذ او ما كانش استاذ لابد يبقى عارف التشايلد سايكاتري. ما بقولش على مستوى انه يبقى سبيشاليست ولا حاجه، لكن اتليست يبقى عارف يعني ايه اوتيزم، يعني عارف اي دي اتش دي، انكزايتي، ديبريشن. لانه الحقيقه احنا ما بيجيلناش العيان، ما بيجيلناش على طول في عيادتنا. العيان بيجي اصلا للبيدياتريشن، فلو البيدياتريشن ما عملوش افكتيف ريفيرال العيان ضاع. والعيان لو جه في البروبر تايم قد ايه البروجنوزس هتبقى في منتهى الجمال والعيان هيخف تماما. في ناس تقول لك هو السايكاتري دول بيخفوا ده مش عارفه يا ايه يا ايه. لا طبعا احنا في الاطفال الايشو مختلف تماما. لما بيبقى في ايرلي بيك اب للكيسز وعلى طول بندياجنوز وبنعمل بروبر دياجنوز بنحط بلان اوف تريتمنت او استراتيجي اوف تريتمنت معتمد على المالتيبل موداليتي اوف تريتمنت قد ايه الولاد دول بيبقوا كويسين. لان انا برضو بتكلم جوه مش مرض نفسي في طفل، انا بتكلم في موربيديتي جوه عيله. يعني لو انا عندي تشايلد واحد مريض في اسره يبقى انا عندي اللي حصل لهم سفرنج خمسه او سته اللي هم افراد الاسره، مش هيبقى الطفل لوحده. ولو قسنا على ده هنقيس برضه في المدرسه الى اخره. لذلك بقول لابد كل بيدياتريشن يبقى عارف المواضيع بتاعتنا. انا هتكلم النهارده على الحاجه اسمها بيرفيسيف ديفلوبمنتال ديس اوردر. وهقول اشمعنى بيرفيسيف ديفلوبمنتال ديس اوردر، هي مش كورسبوندنج للاوتيزم بس، ان الاوتيزم ده حاجات كتير قوي. كلمه بيرفيسيف ديفلوبمنتال ديس اوردر درايفد من ان الديس اوردر ده متصنف تبع الدي اس ام 4. والدي اس ام 4 دي زي ما انتم بتشخصوا بالاي سي دي 10 احنا بنشخص بالدي اس ام 4 وبنشخص برضو بالاي سي دي 10. لكن التصنيفه بتاعت البيرفيسيف ديفلوبمنتال ديس اوردر دي معتمده على الدي اس ام 4 اللي هو دايجنوستيك ستاتستيكال مانوال اوف سايكاتريك ديس اوردر اللي هو 4 ده كان سنه 94. فالبيرفيسيف ديفلوبمنتال ديس اوردر هي اللي قالت انه ده اسمه اضطراب تشوه النمو. وانا قصدي اقوله بالعربي لانه كلمه بيرفيسيف ديفلوبمنتال ديس اوردر مش سيجنيفاي قد ايه الموربيديتي شديده والسيفيريتي بتاعتها. لكن ما هقول بالعربي هقول هو اضطراب تشوه النمو. الحقيقه هذا الاضطراب بيأفكت ثلاثه ارياس كبار، السوشيال انتر اكشن والكوميونيكيشن والبيهيفير. والحقيقه ليه سميناه بيرفيسيف ديفلوبمنتال؟ لانه الاوريجن بتاعه في الديفلوبمنتال ستيج اللي هي ال 36 شهر الاولانيين، وبيأفكت كل الديفلوبينج سيستم اللي احنا لسه قايلينهم اللي هي السوشيال انتر اكشن والكوميونيكيشن والبيهيفير. طيب خليني اقول يعني ايه امبيرمنت في السوشيال انتر اكشن. يعني انا دلوقتي لو انا داخله هنا في المحاضره مفروض ان انا بعمل سوشيال انتر اكشن باي تو مينز. اول طريقه فيربال اقول ذيس البروفيسور دكتور علوية لاب لاب بلا بلا، يبقى ده فيربال. لكن النون فيربال ان هي يبقى عندي اي كونتاكت. مفروض انه اي حد لما بيكلم مع حد يكون في اي كونتاكت. الولاد الاوتيستيك دول عندهم مشكله في الاي كونتاكت، يا اما ما عندهمش اي كونتاكت خالص يا اما عندهم حاجه اسمها افويدنت اي جيز. يعني نقول للام هو بيبص لك تقول لا مستخسر فيا البصه. وبرده الجمله دي من بق الام مهمه قوي لانها معناها الولد بيبص بس بي افويد الاي جيز. نمره اثنين البادي لانجوج، الولاد دول عندهم مشكله في البادي لانجوج. يعني احنا لو نادينا حد من اولادنا يا فلان وهو مشغول قوي هيعمل لي كده،
الولاد يا حبايبي الاوتستيك تشايلد دول ما عندهمش بادي لانجوج، يعني ما يعرفش يعمل كده، والبادي جيشر ما يعرفش يستخدمها كويس، وبرده الفيشال اكسبريشن بتاعتهم فيها امبيرمنت. نمره 2 انجويمنت، الولاد دول مش بيدوروا علشان يعملوا انجويمنت مع الاذر بيبل، يعني لو احنا رحنا نادي هنبص الولد الاوتستيك قاعد في ركنه قاعد جنب مامته كل الاولاد قاعدين، واحنا في الحته دي بقول انه بنسمي الولاد في الحاله دي الوف. الوف مش يعني حبوب ولطيف، الوف معناها عزوف، والالوف نسي هنا ثلاث درجات، يا يعني اما يبقى بوزيتيف الوف، يعني لو انا جبت الولد ده اللي هو العزوف وحطيته جوه المجموعه اللي هي الاطفال هلاقيه بوزيتيف الوف، معناها ايه؟ مش راضي يتخلى عن ان هو الوف، هو حابب انه يبقى الوف، مش هيبقى حاجه ثانيه. لكن في نوع ثاني اسمه نيجاتيف الوف، والنيجاتيف الوف انه الولد اللي كان قاعد لوحده منطوي لو جبته جوه مجموعه هيبتدي يتنطط زيها، ولكن هو مش فاهم هما بيعملوا ايه. في نوع ثالث وهو حاجه اسمها يعني الوف ويز اود بيهيفير، يعني ايه؟ يعني تخيلي حضرتك كده بتقابلي ولد اوتيستيك واول ما يشوفك بيحضنك ويبوسك، وده اجينست الايماجينيشن، يعني عشان كده النوع ده من الالوفنس بيتاخر قوي في التشخيص الا اذا عايز حد اكسبرت، لان احنا كلنا مايندد انه الاوتيستيك يعني ايه؟ ما بيحبش وشوشنا، ما يحبش يتعامل معانا، لكن النوع ده من الالوفنس الولد ممكن يبوس ويحضن ويتنطط على كتافنا. اوكي، برضو الولاد دول ما عندهم السوشيال والايموشنال ريسبروستي ضايعه، برضو ما عندهمش حاجه اسمها سيمبوليك بلاي، يعني احنا كلنا واحنا اطفال اكيد لعبنا لعبه ستات ام محمدات اللي هي انا الماما وفي اخواتي بنعمل الرول بلاي بتاع الاسره. الولاد الاوتيستيك ما عندهمش السيمبوليك بلاي ولا عندهم انيشيتيف ولا ايماجينيتيف بلاي. النوع الثاني في الامبيرمنت او الاريا الكبيره اللي افكتت في الولاد الاوتيستيك اللي هي الكوميونيكيشن اللي هي اللانجوج. احنا كلنا عارفين ان اللانجوج اول سنه بقول 1 وورد، ثاني سنه بقول 2 وورد، ثالث سنه بقول جمله. هنبص على الولاد دول، في منهم ميوت خالص ما اتكلموش تماما وبسميهم ميوت، في ولاد حصل لهم سبوكن لانجوج لكنهم عندهم ديليد اونست، يعني سن الولد عنده 4 سنين اتصور ان يكون عمل ماسترنج للغه وابتدى يقول جمل، لكن لا هو مازال لسه في التورز، يبقى كده ديليد اونست. في ولاد تاني عملوا لوس للاكواير بريفيس لانجوج، يعني اوريدي كان بيتكلم والام تقسم لي تقول لي والله ده كان عنده 40 كلمه يا ستي، ده كان حافظ كل الالفابت، وفجاه يا اما فقد اللغه دي يا اما ما زودش عليها. والحقيقه احنا بنقول مين اللي بياكل اللغه دي؟ مفيش عندنا سيناريو الا هو الاوتيزم. يبقى لما الام تقول لي ده الواد ده كان بيتكلم وحافظ الالفابت وفجاه فقد ده، او انه ما زودش عليهم حاجه بقاله سنه، يبقى ده جزء من الامبيرمنت جوه الكوميونيكيشن. اللي بعد كده ممكن يبقى فيه حاجه اسمها ايكولاليا، يعني الطفل لما تيجي تقول له اسمك ايه؟ المفروض ان هو يرد يقول فلان، لا هيقول لك اسمك ايه؟ لو قلت له انت بتحب الاحمر ولا الاخضر؟ هيقول الاخضر اللي هي اخر كلمه، ولو عكست الجمله وقلت له انت بتحب الاخضر ولا الاحمر؟ هيقول الاحمر. طبعا الولاد دول عندهم مشكله في البراجماتيك لانجوج، يعني ما بيفهموش الكلام، وعلشان كده الام تيجي تقول لك يا دكتوره انا لما بديله اوامر انا حاسه انه مش فاهمني، وهو ده معناها ان هو مش فاهم الكلام. برضو في حاجه اسمها انه زي ما قلت لكم ايكولاليا ايميديت وريموت. الايميديت اللي هو الحوار اللي انا حكيته ده، اما الريموت ان الطفل يريكول الكلام اللي سمعه من ابوه وامه بالليل، او يغني اغنيه لعمرو دياب في الحضانه، وبالتالي المدرسه بتاعت الحضانه هتقول لك على الولد ده ايه؟ الولد ده سيلف توكينج، الولد ده بيهلوس، الولد ده بيكلم نفسه. برضه في حاجه اسمها براجماتيك لانجوج، الولاد دول بلا 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 بيقول كلام محدش يفهمه غير غالبا مين؟ هي هتكون امه اللي هتفهمه. نيكست. اما البيهيفير بقى ففي شويه حاجات كتير قوي في البيهيفير، ان الولاد دول بيبقوا بري اوكيوبايد بالريبيتيتيف وستيريوتايبد وريستريكتد بيهيفير، والابنورماليتي هنا هتبقى في الفوكس والابنورماليتي. الولاد دول عندهم ابنورمال او مانيريزم، يعني يا اما يعمل
كلابينج، يا اما يعمل وينجينج، يا اما يعمل فلاترينج. ودي الحقيقه بتبقى بسجنومونيك جدا. احنا اول ما بنشوف الولد بيعمل كده هتقولي الله، طب ما في اطفال بتعمل كده. طبعا مش هي السوليتري وان اللي انا ممكن اشخص بيها، لكن اقول لو انا شايفه الاول ما دخل العياده وبيعمل فلابينج او فلاترينج ابتدي اقول اه ده احنا دخلنا في موضوع الاوتيزم. اوكي، في حاجات ثانيه ان هو بيبقى ادرنت لحاجات نونسنس. يعني ابص الاقي الولد ماسك فتله، الام تقول لي والله يا دكتوره ده بيشد لي فتل السجاده، مقطع لي نص السجاده، هو بريك وبعد بده. او ممكن واحد تاني يبقى خشبه، خشبه نونسنس يعني في الشارع، خشبه انت ما تبصلهاش ابدا، بس هو ادرنت ليها ويبقى تمبر جدا لو الام خدتها منه. اوكي، برضو الولد ده بيبقى بريكوبايد بالبارت اوف اوبجكت، يعني ما تيجي تبصي لو انا جيت قلت له مين اللي في القاعه هنا هيقوم ما يعرفش يوصف، لكن ممكن ياخد باله من مثلا نور في الاخر، نور هنا ده في حاجه متولعه، يبقى هيركز على حاجه صغيره جدا فيري ماينيوت مش ممكن لا انا ولا انت نقدر نلاحظها. ولما بيبص على اي موضوع بيبص عليه من وان اسبكت، يعني ممكن الولاد دول لما يحتفظوا غالبا كده الامهات تقول لك بيحتفظوا بال العربيات الصغننة، يا إما يختار لون، يا إما يختار ماركة، يا إما يختار حجم معين، يبقى ما يقدرش ياخد الموضوع من كل الأسبكت بتاعته. أوكي، في حاجات associated features مش موجودة هنا على السلايد ولكن ضروري نقولها، إن الولاد دول بيبقى عندهم حاجة اسمها hyposensitivity، يعني مشاكل في السنسيشن. الهايبوسنسيتيفيتي دي أو hypersensitivity ممكن تبقى تبقى olfactory، لابد لما يجي يمسك الحاجه يشمها، لما يجي يستطعم الحاجه، وبيبقى عنده حاجه اسمها oral aversion، يعني لو حاجه كلها وهو مش عايز دي بنسميها oral aversion. عشان كده الام تقول لك هو بياكل صنفين، بياكل رز وملوخيه، تيجي تاكله حاجات ثانيه ما يرضاش ياكلها. وبعضهم بيبقى عنده حاجه اسمها tactile aversion، انه الولد ده ما بيلبس غير الهدوم دي، والام تقول لك ده انا بجيب له لبس قد كده عشان بيلبس غير دي، لانه يا حبيبي هو ما عندوش كلام ومش عارف يعبر انه اللبس اللي لابسه ده بيعمل له irritation. عارفين ولادنا الصغيرين لما بيلبسوا الهدوم وبيبقى الماركه بتاع دي في عيني عينوها، تخيلوا بقى الطفل الاوتيستيك بيبقى عنده sensitivity تجاه كل اللبس، فما يقدرش يلبس غير حاجه وحيده هي دي اللي بتريحه. وده يمكن اللي خليه يقول هو اشمعنى معلق على اللبس ده. اوكي، يبقى دي السنسيشن. برضو بيبقى معاه هايبر كاينيزيا، هايبر اكتيفيتي شديده جدا، ساعات بنتخم وفي كتير بيشخصوه ان هو اي دي اتش دي من كتر ما هو هايبر اكتيف، وكثيرا منهم بيبقى معاهم سيلف انجوريوس بيهيفير، لانه لو احنا مسكنا الولاد الاوتيستيك دول هنقول انواعهم تبع الدي اس ام 4 زي ما احنا شايفين على السلايد. اول حاجه الاوتيستيك ديس اوردر اللي احنا شرحناه دلوقتي، لو احنا قلنا عليهم كلمتين بس، انه 75% من العيال الاوتيستيك معاهم منتال ريتارديشن، يعني الاي كيو بتاعهم اقل من 75 او 70 ومعاهم مشاكل في الادابتيف فانكشن. تخيلوا بقى 75% من الولاد دول، من حوالي 12 13 اب تو 30% معاهم ايبيليبسي، بس الايبيليبسي اللي بيجي في الاوتيستيك تشايلد بيجي عند الادوليسنس ما بيجيش قبل كده. اوكي، لو خلينا في برضه في السلايدز ده، تاني نوع الاسبرجر ديس اوردر. الاسبرجر ديس اوردر تقريبا زي الاوتيستيك ديس اوردر بس مختلف في حاجات، انه الاوتيزم او الاوتيستيك ديس اوردر بيستارت مع سن 36 شهر، يعني عند الثلاث سنين، لكن الاسبرجر يبتدي ليت اونست عند 5-6 سنين، وعشان كده احنا بنسميه ليت اونست او بنسميه هاي فانكشننج اوتيزم، اللي هو الحلو بتاع الاوتيزم. ليه؟ لانه عنده اللغه كويسه، لانه بادي متاخر فابتدت اللغه تبقى كويسه، مفيش مشاكل في اللغه، والاي كيو بتاعه هو الاي كيو بتاعه من 90 ل 110، يعني نورمال اي كيو، وعنده شيرد اتنشن، عنده كريوزيتي، ممكن يسال مامته ايه ده وده جه ليه، بس عنده مشكلتين، عنده حاجه اسمها difficulty with a concept of striving toward a goal، يعني لما تيجي تقولي له تعالي لي بدل ما يجي كده لازم يلف لفه عشان هو عنده مشكله في البلاننج اهيد في الفرونتال لوب. عنده مشكله ثانيه ديسبراكسيا او ابراكسيا اللي هي ممكن تلاقيها في حاجات ثانيه. ودول طبعا ممكن ياخدوا دكتوراه، يعني انا وانا بعمل فيلوشيب في امريكا كان ليا لقاء مع واحده عملت كتاب وهي كانت اسبرجر،
يعني يوصلوا لانهم يعملوا ياخدوا دكتوراه. لو اتكلمنا على التشايلد هود ديسنتجريتيف ديس اوردر، ده اوحش الانواع الحقيقه. يعني لما نيجي نقول اوحش واحد فيهم هو ده، لانه بيبقى عندهم مشكله في السوشيال انتراكشن زي ما احنا قلنا، وعندهم مشكله في الكوميونيكيشن، الاكوايرد لانجوج بيحصل لها ريجريشن زي ما قلت لكم. لو هو عنده لغه بيفقدها، ولو عنده بيعمل بلادر كنترول بيفقده، عنده مشكله مع اللعب ما بيلعبش مع اللعب ولا يتعامل معاه خالص، عنده مشكله في الموتر. وعلشان كده بنقول ذكائه معاه منتال ريتارديشن اني درجه من 30 ل 40، يعني معناها مودريت منتال ريتارديشن. ده اوحش واحد. مع الابيليبسي مش هستنى لما يجي لي في الادوليسنس ومرحله البلوغ، لا ده لما مش رفاهيه هقول للام هنعمل اي جي. عكس الاوتيستيك، ساعات الام تقول لي لا بلاش الاي جي كانه انفيسيف تكنيك، لكن الحاله دي اللي هو التشايلد هود ديسنتجريتد ديس اوردر مانداتوري، لانه ما بيبقاش معاه كندلنج او اي جي ابنورمالتي، لا ده معاه ايبيليبسي، فلابد اعمل بسرعه. بس نحمد ربنا انه الديس اوردر ده نسبته كام؟ واحد او اثنين لكل 100,000، يعني نعمه من عند ربنا. ونسبه البنات فيه كل من 4 لـ 8 صبيان قصادهم بنت واحده. طب هنتكلم عن الريد ديس اوردر، والريد ديس اوردر دي حدوته مختلفه تماما. يعني لما نيجي سمعنا السكريبت بتاع الاول الانواع الاولانيه هنلاقي النوع ده مختلف تماما. الام هتقول ان انا عندي بيبي اولموست انها بنت، ما بقولش اولموست يعني بيجي في البنات بس، كنا متهيألينا كده، لكن هو بيجي في البنات والصبيان، لكن لحد وقت قريب كانوا بيقولوا لنا ده كونكلوسيفلي هو بيجي للبنات بس، لكن هو لا بيجي للاثنين. فالام تقول لك البنت عندها لحد 5 شهور كانت نورمال في الجروس بتاعها، الموتور بتاعها، الهاند بتاعتها كانت فانكشنينج، والهيد سيركمفرنس كانت كويسه. بعد 6 شهور البنت دي هتبقى افكتد، من 6 شهور لحد سنتين. ايه اللي هيحصل؟ ان الهيد سيركمفرنس مش هتكبر، انه الهاند اللي كانت فانكشن وممكن تاخد بيها بسكوته ابتدت تبقى تعمل بيها رينجينج، وابتدت تعمل واشنج، يعني الهاند ما بقتش فانكشنينج. وتبتدي بقى تبتدي كل السيمتومز اللي احنا قلناها مع الاوتيزم، منها اللي هي بقى الجيت هتبقى تاكسيك، ممكن يكون عندها شويه ابراكسيا، ممكن يكون عندها سيجر نسبه 75%، وديفيكال في السوالوينج، وبتبقى الاول هايبوتونيك وبعد كده بتبقى ريجيد. عند 10 سنين البنت دي غالبا تبقى قاعده على ويل تشير، عشان كده بنقول دي من الحاجات الوحشه قوي. الريد ديس اوردر كان في الدي اس ام 4 في التصنيفه كان يعتبر اوتيزم، لكن مع الدي اس ام 5 اوماتد اتعام خالص وما بقاش من ضمن اضطرابات الاوتيزم. طيب لو حد، انا طبعا مش هقول كل التفاصيل، لكن انا هعمل بيركشن على بعض الحاجات اللي عامله ميس كونسبشن عند كثير من الناس. طبعا الايتيولوجي، احنا بالنسبه لكل سايكاتريك ديس اوردر ما عنديش الكوزال تشين، ما عنديش الكوز اند افكت، ما عنديش ده سببه ده. انا كل الايتيولوجي بتاعي بيبقى مالتي فاكتوريال، يعني هقول في اسباب ايمونولوجيكال، وطبعا في الحدوته بتاعت الايمونايزيشن الام ام ار وهل سبب. طبعا كان في ايشو جامد جدا وجابوا دوكيومنت وقال والله ده من ساعه ما استخدمنا الام ام ار طلع الانسيدنس بتاعت الاوتيزم عاليه، ولكن الحقيقه جت استادس كتيره وقالت لا الكلام ده مش مظبوط. بايوكيميكال قالوا هو غالبا الديفرنس بين الريشيو بين الميتابلايتس بتاعت السيروتونين مع الكاتاكولامين، ودخلوا عليها الجابه ودخلوا عليها الجلوتومات، يعني الكلام الجديد. ممكن نتكلم على الجيناتيك، يعني هنشوف لو احنا مسكنا اخوات السيبس بتاعت الاوتيستيك تشايلد هنلاقيهم اكسبوزد 50 تايم اكتر من النورمال بيبيوليشن ان يجي لهم. علشان كده ده السؤال الشهير ان الام تيجي تقول لي طب احمل، طب اجيب عيل تاني، في بروبابيلتي، لكن الحقيقه مش معروف قد ايه البروبابيلتي. عشان كده انا بقول لها ان في احتمال لكن مش معروف. لو احنا بصينا على الجينيتك ستادي هنلاقي فيها انه الـ مع المونوزايجوتيك هيبقى اكتر من الدايزايجوتيك، هنلاقي فيه كلام كتير. في ناس اشتغلت على كروموزوم 2، وفي ناس اشتغلت على كروموزوم 6، وفي ناس اشتغلت على 16 و17. اوكي، طبعا الفراجايل اكس عشان الدكتور محمد ما اقدرش اقول الا فيه من 2 لـ 5 الفراجايل اكس، هي اصلا السيمتوماتولوجي بتاع الفراجايل اكس هلاقي فيه اوتيستيك فيتشر، لكن ممكن شويه من الفراجايل يبقوا عندهم اوتيستيك ديس اوردر اللي هو بحقه حقيقي بقى.
النيورو اناتوميكال الحقيقه لقينا 90% من الاولاد الاوتيستيك بيبقى عندهم الهيد بتبقى اكبر بنسبه 90% من اقرانهم، ولقينا انه البارايتال والاوكسيبيتال بيبقى فيه جروس فعلا في البرين ولكنه نون فانكشننج، وعشان كده بيقولوا احنا ممكن نستخدم ده كماركر ليتر اون، بس طبعا لسه ما اتعملش الكلام ده. قالوا لك برضو انه بعد الاوتوبسي، دي حاجه اتعملت بعد الاوتوبسي، انه في ديكريس في البيركن سيل في السيريبيل، وطبعا دي حاجات برضو احنا ما بنعملهاش البايوكيميكال زي ما قلت لكم. خليني ابص على السلايدز ده وده يهمني قوي. لما نيجي نبص في سنه من 93 ل 98 الانسيدنس بتاع الاوتيزم زاد كم مره؟ 513 مره، ومن 87 ل 98 زاد 273 مره. اذا في جروس. لو بصينا على البريفلنس بتاع الاوتيزم سنه 2007 او قبل كده، كان نقول كل 10,000 طفل منهم من 30 ل 60 الاقي فيهم اوتيستيك تشايلد. تخيلوا بعد كده قالوا لنا ايه؟ كل 150 طفل هلاقي فيهم تشايلد. وفي مارس اللي هو 2012 قالوا لك كل 88 تشايلد فيهم اوتيستيك تشايلد. قد ايه الشيء مخيف جدا، يعني اكتر كتير مما تخيل، يعني كل 88 انا الاقي فيهم طفل اوتيستيك. اوكي، الاسبرجر مثلا ممكن نلاقيها كام؟ 2.5 كل 10,000. التشايلد هود ديسنتجريتيف الحمد لله قليل قوي، 2/10 لكل 10,000. يعني قد ايه الانسيدنس مخيفه. هتيجي تقولي لي الكورس والبروجريس، وده سؤال على فكره بتساله، الام تقول لي الولد ده هيبقى ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم ان احنا عندنا تلتينهم هيفضلوا منتلي ريتاردد ومحتاجين هلب. تلتينهم برضو دي نسبة الحقيقة مش قليلة، لان احنا قلنا في الاول 75% معهم اعاقة ذهنية. اوكي، يعني الطفل ده، ودي مشكلة المشاكل اللي الامهات بتقولك لما انا امشي الطفل ده مين هيقعد بيه. لو احنا تخيلنا طفل في سن المراهقة حاجة بائسة، الطفل اللي سن المراهقة ده بيبقى غالبا جاله ايبيليبسي وهو اوتيستيك، واحنا عمالين ندي ريسبريدال وسايكودال والكلام اللي بياكل وبيتخن، والولد ده في مرحله البيوبرتي وبقى عنده ايه سكشوال ديزاير، فابتدى يعمل ماستربيشن انفرانته في اخواته. تخيلوا قد ايه، والاجيتيشن اللي بتجيله ساعه الادوليسنت قد ايه. اقول لكم هو ديس اوردر، الدكتور ساوي كان قال، عمل مؤتمر كبير وقال ايه؟ الخطر الداهم. والله الحقيقه فعلا خطر داهم، لان لما تشوفي الماساه بتاعت الاسر بتاعت الولاد دول وخاصه ساعه المراهقه، يعني قبل كده يمكن اهو احنا بالانترفينشن بتاعنا وبنحسنهم شويه، لكن ساعه الادوليسنت الحقيقه بتبقى كرايسيس جوه الاسره. خليني اقول هختصر الكلام. طبعا الايفالويشن يا جماعه، ما عندناش حد متخصص تماما في الولاد الاوتيستيك، مع احترامي للسايكولوجيست، مع احترامي للسبيتش ثيرابيست، احنا الانفستيجيشن لو بصينا عليها لازم ان احنا هنعمل ديفلوبمنتال اسيسمنت قوي، يعني قوي يعني نجيب اختبارات ونقننها على الولاد دول وتتعمل. الحقيقه ده مش موجود، احنا بنطبق عليهم الديفلوبمنتال سكيلز العاديه اللي بنطبقها على الولاد العاديه. لازم نعمل سايكاتريك ايفالويشن محترم، لازم نعمل اسسمنت لللانجوج وللكوجنيشن وللاكسكيوتيف فانكشن، كل الوظائف الكوجنيشن اللي هي الهاي كوجنيتيف فانكشن، ودي الحقيقه وانا بعترف ما عندناش حد متخصص في ده، لكن الحقيقه علشان احنا نشخص كويس ونعمل بلان كويسه اوف تريتمنت لابد نعمل ده كويس، بس ما بيتعملش الحقيقه. بعد كده هنعمل لهم نورولوجيكال اكزامينيشن، هنعمل اي اي جي طبعا، لانه مش بالضروره زي ما قلت لحضراتكم الاوتيستيك تشايلد بيجي له ايبيليبسي اثناء الادوليسنس، والتشايلد هود ديسنتجريتيف ديس اوردر قلنا بيجي لهم في التشايلد هود، لكن الولاد اللي ما عندهمش ايبيليبسي عندهم اي اي جي ابنورماليتي، ويمكن الدكتور ممدوح بقى يبقى ليه كلام. الحقيقه بيبقى عندهم حاجه اسمها كندلنج، يعني اي اي جي ابنورماليتي انسايتو. والحقيقه انا ليه وجهه نظر ان احنا لما بنظبط الكهرباء الخفيفه دي قد ايه الولاد السلوك بتاعهم بيتحسن. اوكي،
بعد كده بنعمل كروموزوم الاناليسيز، بنعمل ايديولوجيكال طبعا، ويمكن ايديولوجيكال دي بتتعمل الاول لان الامهات في الاول اول ما بتشوف العيل ده بتتخيل ان الطفل ده ما بيسمعش، فيمكن الايديولوجيكال نمره واحد هي اللي بتتعمل. بعد كده بنعمل سكيل يا جماعه، السكيل اللي هو الكاردز والجارز والام شات، كل الادوات اللي هي تشخيص، دي مش تشخيصيه عشان الناس فاهمه غلط، دي بتحدد لي السيفيريتي، يعني احنا بنبقى مشخصين، فرضنا ان انا شخصت ولقيت الكارز اقل من 30 هقول ان هو مش اوتستيك؟ نو. يبقى اذا انا الاختبار عشان احنا معربينه، فبالتالي ممكن يبقى فيه مشاكل في التعريب ومشاكل وما تقننش، فعشان كده احنا بنقول هو كلينيكال انتيتي زي الابيليبسي، تشخيص دكتور وما يتقالش، لانه في كثيرا من السبيتش ثيرابيست ومن السايكولوجيست بيقولوا يعني يقولوا لهم ما تاخدوش دواء، ما تعملوش كذا، بيدوهم على فكره يعني بيغيروا الاتجاه. فعلشان كده هنقول ده الديس اوردر ده نيورولوجيكال ديس اوردر، بيأفكت البرين الفرونتال لوب، بيأفكت الاميجدالا، بيأفكت الهيبوكامبس بتاع الذاكره، بيأفكت البرايتال لوب، الكوربس كالوزم، نيورولوجيكال يعني حاجه نيورو طب يعني مش حاجه تانية. طب ده النيورو سايكولوجيكال، ويمكن مش هيهمكم كتير، يعني ده هيهم السايكولوجيست اكتر، ان الولاد دول بيبقى عندهم لما نيجي نعمل لهم اختبار ذكاء هنلاقي عندهم الفيربال وحش قوي اللي هو الكلام لانه عندهم مشكله، لكن عندهم البرفورمانس رائع جدا، وفي منهم نسبه منهم بيبقى عندهم حاجات سيليانت يعني حاجات فريده جدا. الولاد دول الميوزك عندهم هايله جدا لانهم عندهم تاكتايل افيرشن اللي انا قلتها قبل كده، فممكن جدا يلقطوا لحن، وعلشان كده ممكن يبقوا ملحنين ليتر اون لو كانوا هم من الاسبرجر. وبرده كثيرا منهم بيبقوا بيعملوا حاجات قبل الاوان، يعني الام تيجي تقول لي الولد بيرسم وهو عنده سنتين، الولد بيعمل بازل وهو لسه ما كملش مثلا سنتين ونص، فاذا عندهم حاجات. وعشان كده في كثير منهم بنسميهم ايديوسافان يعني العبقري الابله، يعني الولد النمو بتاعه ديستورتد وفي مشكله لكنه في حته تانية هو هايل جدا. في منهم بيعمل ماثيماتيكال اوبريشن، يعني لو جيت قلت لك 128 في 127 اكيد محدش فينا هيعرف يحلها ولا لا؟ في هنعرف على طول كده. في منهم لو جيت حضرتك قلت له عيد ميلادي يوم كذا، مش هقول عيد ميلادي طبعا ها، لكن هقول عيد ميلاد اسام الدكتور اسام، هيقول لك عيد ميلادك يوم الثلاث واتولدتك يوم الساعه كذا. unexplained، ايه ده احنا مش عارفين. يبقى عندهم حاجات بنسميها ايديوسافا. ده theory of mind، يعني هم عندهم مشكلة في البرين، يعني في حاجة اسمها effective theory، في ميتا presentational theory، الثيري اللي هي بتخلينا نأكسبت other people وتخلينا نحب الناس، هم عندهم مشاكل في الثيري دي، أنا مش هحكيها بالتفاصيل طبعا. اوكي، طبعا هم عندهم الاكسكيوتيف فانكشن وحشه لان ما عندهمش جود فوكسنج سكيلز، التايم كونسبت في مشكله، السيكوينشال ثينكينج في مشكله، والموتيفيشن فيها مشكله. ودي المشكله الحقيقه اللي الام تقول لي انا ما بلاقيش حاجه اشجعهم بيها، يعني لما اجي اقول لهم هديك شوكولاته هديك بونبوني، احيانا هم لو قلت له خد شوكولاته ولا يهتم بالشوكولاته ولا حاجه، هو مهتم بالكفر بتاع الشوكولاته. اوكي، طيب مهم جدا لو الام جت قالت لي امتى اطمن على ابني الاوتيستيك، هقول لها لو انا عامله له اي كيو لقيت الاي كيو كويس، لو انا اللانجوج بتاعه ديفلوب يعني انا وديته التقاطب واللغه اتحسنت قبل 5 سنين، لو انا السوشيال سكيلز بتاعته كانت كويسه قوي، ولو السيمبتومز ظهرت متاخر، يبقى دي الكرايتيريا اللي بتخليني اقول انه البروجنوزس بتاعت التشايلد ده هتبقى كويسه ان شاء الله. في حاجة اسمها ديزيز انتيتيز، ودي الحقيقة احنا لقيناها كده، يعني لقينا اولاد انفانتايل اوتيزم باي بولر ديس اوردر، هي الاعراض هي بس فيها المود افكتد بعنف شديد، يعني هتبص الولاد تنبر وبيعيط وبيصرخ او بيضحك لوحده او بيعيط لوحده، فده انتيتي لقيناه انفانتايل اوتيزم باي بولر ديس اوردر، ده انتيتي والحقيقة ليها الطرق المعالجة اللي احنا بنعملها. يعني في حاجة اسمها زابيلا ديس ماتوريشنال سب جروب ويز فاميليال كومبلكس تيكس، الولاد الاوتيستيك اللي معاهم تيكس،
وفي البيورين اوتيزم اللي هو عنده مشكله في البيورين، وفي اوتيزم استياتوريال سيندروم وده مشهور قوي. يعني دول اربعه انتيتيز مشهورين جدا. لكن خليني انا مش هشرح ده ولا هقول ده، خليني اعمل جلانس على الدبل سيندروم. تخيلوا ان في اوتيستيك فيتشر في كل دول، يبقى علشان كده احنا بنقول لابد اللي هيشوف الاوتيستيك تشايلد يبقى فيزيشن دكتور فاهم، عشان يرول اوت ان دي مش اوتيستيك فيتشر ولا اوتيستيك ديس اوردر. هنبص جلانس طبعا مش هنقولهم، يعني منهم ويليام داون، حاجات بتاعت الدكتور الصاوي بقى. اوكي، كذا سندروم فظاع، كل ده انا لابد وانا بشخصه ارول اوت ان هو يكون واحد من دول. اوكي، عشان كده بنقول لابد ان هو الفيزيشن يشوفه ويقول، ما ينفعش تخاطب، ما ينفعش السايكولوجيست تقول والله انا شفته وده اوتيستيك، هو مش بالوايم. لانه في فرق بين، وده الحقيقه جهل جم احنا في مصر بنعانيه، ان هو يقول لك ده عنده اوتيستيك فيتشر. في فرق بين الاوتيستيك فيتشر والاوتيستيك ديس اوردر. الاوتيستيك ديس اوردر اللي احنا حكيناه ده، الدبل سيندروم هو ده اللي ممكن يكون فيه اوتيستيك فيتشر، عندي شويه اعراض لكن ده مش اوتيستيك فيتشر، مش اوتيستيك ديس اوردر. يبقى مهم ان انا افرق. لكن طبعا كله عند العرب صابون، يجي يقول لك ده عنده 3 من 5، هم بيقصدوا الاختبار اللي بيقيس نسبه التوحد في الولاد دول. كل دي كومبليكيشن ديس اوردر، منتال ريتارديشن، ايبيليبسي، فيجوال، معاها ميديكال كونديشن، فراجايل، تيوبرس سكلوزس، من الحاجات المهمه قوي. الاي دي اتش دي، وانا هعمل بركشن على الاي دي اتش دي والاوتيزم، غالبا بيتلخبطوا. في الدي اس ام 4 الامريكاني اللي هي 94 قالوا لك انه لما تلاقي اي دي اتش دي واوتيزم لازم تقول اوتيزم وسيبك من الاي دي اتش دي. لكن في الدي اس ام 5 اللي هي الامريكاني اللي هي سنه 2013 الجديده، قالوا لك لا حطهم الاثنين، يعني ممكن يبقى اي دي اتش دي وممكن يبقى اوتيزم في نفس الحاله. والبرزنتيشن ايه؟ هيبقى اوتيستيك برضو، بس الهايبر اكتيفيتي فظيعه، هيبقى هايبر اكتيف امبالسيف ان اتنتيف. طيب هنعمل في التريتمنت زي ما قلت لحضراتكم، لو في اكيوريت دايجنوزس، شخصت كويس وعملت اسسمنت وايفالويشن وعملت اختبارات دقيقه، هبتدي ابلان ستراتيجي اوف تريتمنت. والتارجت بتاعي ان انا اعيش الولد ده يبقى ادابتيف، ما يبقاش اوميتد، ما يحصلوش ديسميسد من المدرسه، لانه غالبا المدرسه بتطرده بعد شويه وتقول لك انا مش قادره، انا ما عنديش مدرسات يقدروا يتعاملوا معاه، فبالتالي بيبقى ديسميسد. علشان كده الجول بتاعي ان انا احسن السبيتش، احسن الانتر اكشن، واحسن البيهيفير ديس اوردر لو عندي سيلف انجورز. علشان كده كل التريتمنت بتاعتي هتبقى مالتيبل موداليتيز. الفارماكوثيرابي بتاعتنا كلها اللي بنستخدمها في السايكاتري، بدايه من النيوروليبتيك اللي هو الميجر ترانكلايزر، كلها دي اديها، ممكن ادي انتي ديبريسنت، ممكن ادي اللي هو انتي مانيك برضو دراجز، كل ده بينفع. مفيش حاجه انا مش هقول ده احسن من ده، كل حاله بتبقى تيلورد ليها برنامج او ليها دواء مخصوص ليها. بعد كده ليه البرامج اللي هي في برامج بقى مخصصه، ودي بيعملوها زمايلنا السايكولوجيست، اللي هي برنامج مثلا تيتش، برنامج اي بي اي، دي برامج مقننه ومعربه. ومهم جدا اعمل كونسلنج للبيرنت. البيرنت اللي هتعالج او تقعد مع طفل زي ده لازم يكون لها كونسلنج، لازم يحصل لها سبورت، لان الام لو انت ما عملت لها سبورت هتيجي في نص الموضوع مش هتقدر تكمل مع التشايلد ده. يهمني انه الكوميونتي كلها تبقى التشايلد الاوتيستيك تشايلد يبقى تارجت بتاعها، لان ما ينفعش اقول الام، ما ينفعش اقول الاب والكوميونتي مش داري، لابد ان دي تبقى كوميونتي. علشان كده احنا بنقول كل الحاجات الحلوه اللي اتعملت كانت كوميونتي بيزد. مين اللي عملها؟ البيرنتس اللي عندها ابن اوتيستيك، وعملت جمعيه وابتدت تدخل البرامج اللي احنا يا كبار كده واساتذه اتعلمنا من الناس دول. يبقى الموضوع ده كوميونتي بيزد. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فور يور ليسننج.
شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيدة.